السلام عليكم. عمان مكللان بالسواد منذ انطلاق عربة الديناميت تجتاح المدن وتقتل اليمنيين. يتذكر اليمنيون بكثير من الأسى كيف انهار مشروع الدولة على يد الانقلاب الذي سعى لتقويض مؤسساتها. كان خطاب الحرب خلال العامين للميليشيا يمضي في سياق شيطنة اليمنيين وفتح الباب للميليشيا للقتل والدمار. خطاب تحريضي توج بالعمل العسكري بانطلاق الحرب بقصف قصر المعاشيق بعدن. عمان من التضليل والتحريض على العنف وصعود الخطاب المتطرف تجاه الدولة ومؤسساتها الشرعية بمسميات كثيرة منها الدواعش والتكفيريون والعملاء والمرتزقة دفع اليمنيون ثمنها باهظاً. مشاهدينا الكرام، التحولات الخطيرة التي حملتها أيام ما قبل 21 من مارس الأسود الذي أعلن فيه التعبئة العامة للحرب على اليمنيين. نقف هذا المساء على إحدى هذه المحطات المهمة في استعراض مأساة اليمن التي تسبب بها تحالف الانقلاب. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الزمان 20 من مارس من العام 2015. الحدث: الطيران الحربي يقصف القصر الجمهوري بعدن، فيما كان الغموض يلف مصير الرئيس هادي عقب فراره من صنعاء. كانت عدن والمدن اليمنية على موعد مع حرب الانقلاب. بدأ الطيران الحربي خلال يومي 19 و20 من مارس قصف القصر الجمهوري بالمعاشيق، مقر إقامة الرئيس هادي. يتذكر اليمنيون تفاصيل تلك الحرب، يتذكرون بدايتها ومعظم تفاصيلها. كان دخول القوات الجوية في هذا الوقت المبكر مؤشراً لخروج القرار العسكري من سيطرة الدولة وخضوع الجيش وقواعده العسكرية لقرار الميليشيا. حاولت القيادات العسكرية الموالية لصالح حينها السيطرة على مطار عدن ومحيطه، وتحديداً معسكر بدر بعد سلسلة من المواجهات. انتقلت المعركة من صنعاء إلى عدن عقب تمكن الرئيس هادي من النفاذ والنجاة من الحصار والإقامة الجبرية. شكل هذا الحدث في ذلك التوقيت ضربة غير متوقعة لتحالف الانقلاب. ترقب اليمنيون بقلق نتائج الانتشار المريب لميليشيات الحوثي في المدن اليمنية، خصوصا مدينة تعز التي خرج سكانها إلى الشوارع منددين بدخول الميليشيات وقوات الأمن المركزي وتمركزهم في تلال ومرتفعات المدينة. تمكن الحوثيون بعدها من السيطرة على وسائل الإعلام الرسمية، فصارت الآلة الإعلامية تمضي بالتوازي مع خطى الانقلاب وتقود خطابا تحريضيا ضد الدواعش والتكفيريين. كان كل شيء يؤكد أن اليمن على موعد مع حرب قادمة تخوضها الميليشيا. العمل والتنسيق المشترك بين القوات النظامية الموالية لصالح وميليشيات الحوثي كان أول مؤشر لقيام تحالف بين العدوين التقليديين، ليتم بعد ذلك الإعلان عن التعبئة العامة وإعلان الحرب على امتداد الجغرافيا اليمنية. إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معنا لمناقشة هذه الحلقة عبر سكايب الأستاذ عبد الناصر العربي، عضو هيئة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من عدن، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء النور العافية. أهلا بك معنا أستاذ عبد الناصر. بالأمس كانت الذكرى الثانية لقصف قصر المعاشيق ومحاولة اغتيال الرئيس هادي بعد محاصرته في صنعاء. برأيك ما دلالت هذه المحاولات أو تلك المحاولات من قبل الانقلابيين؟ الدلالات، أولا أشكركم على هذه الاستضافة، وهذه قراءة تاريخية لابد منها أن نتعامل معها نحن اليمنيين بشكل عام كي تكون في الذاكرة ولا ينساها الأجيال القادمة، لأن من نتحدث عنهم والذين قاموا بالتآمر على تدمير الدولة ككيان بدأوا يبرمجوا أو يكتبوا التاريخ على مزاجهم وعلى مزاج من يرتهن له في الخارج. ولذلك أقول بأن هذه المسألة هي جاءت تراتبية وكانت مرتبة ترتيبا دقيقا بين ثلاثة مفاصل وأربعة مفاصل، هي القوى الإرهابية المتمثلة بالذراع الإيرانية المتواجدة داخل صنعاء والتي امتد يدها كل اليمنيين، وحليفهم الرئيسي هو الحليف الذي كانوا يدعون أنه يحاربهم 6 حروب، وكنا نعلم علم اليقين بأن هذه الحروب 6 هي كان فيها وفي كواليسها الكثير مما صرح به
المخلوع في أكثر من لقاء وأكثر من مقابلة، وكنا نؤكد على هذا الكلام، ولكن لم نجد آذانا صاغية. فنرى أن هذه الذاكرة لابد أن تظل في تفكيرنا جميعا كي نستستطيع منها منهلا للمستقبل نعلم الأجيال على أن يعني يكون. نعم، إذا أستاذ عبد الناصر برأيك لما حرص الانقلابيون على قتل الرئيس هادي، خاصة أن الأحداث كشفت فيما بعد تواصل صالح بالذات ببعض الضباط كي يتخلصوا من هادي حينها؟ هي رؤية وأجندة كانوا قد أعدوها مسبقا بأن يتم الولوج إلى صنعاء تحت مبررات وذرائع كثيرة، وكانت مواشر الذرائع هي الثلاث النقاط الرئيسية التي وضعوها في البداية، وكانت تسلسليا هي إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار، وخرجوا عن إطارها بالكامل كونهم يتعاملون مع تفكير يحملون تفكير شيطاني يقومون من خلاله السيطرة على اليمن، ويكون ذراعا لمن يبلى عليهم من الخارج، ويكون نقطة مرحلية بعد عدة نقاط في أجندتهم اغتيال رئيس الجمهورية أو محاصرته وإملاء القرارات تلك القرارات كي يتم السيطرة على اليمن بالكامل، ومما أعطى ذريعة لأطراف أخرى لتنمو وتكبر ضدهم مثل الميليشيات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرها. لكن الأخ رئيس الجمهورية كان حكيما عندما صبر ذاك الصبر واستطاع يخرج من منزله الذي كان محاصرا فيه تحت الإقامة الجبرية كي لا يكون هناك عليه بالإملاءات الذي يريد. نعم، اجتياح الميليشيا أستاذ عبد الناصر يعني الذي لم تكتفي به في المناطق الشمالية وتوجهت نحو عدن كما تحدثت بمسميات عدة لمحاربة التكفيرين والداعش، لكن السؤال يعني كيف استطاعت الميليشيا التحرك بهذه السلاسة على يعني أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي والإقليمي؟ طبعا نحن أمام جماعة متمرسة لها صولات وجولات على مستوى التدريب الخارجي والداخلي من قبل أطراف عدة، وعلى رأسها الدولة الإيرانية أو الدولة الصفوية التي استطاعت أن تربي هذه الكيانات ليكون لها ذراعاً تستطيع من خلاله أن تضرب هنا وهناك. وقد جاءت مسألة الاجتياح والوصول إلى بعض المحافظات أو عدة أكثر من المحافظة من خلال تآمرهم وتحالفهم مع المدعو المخطوع عفاش الذي مكنهم من القوات المسلحة ومكنهم من الأمن ومكنهم من كل أدوات الدولة، مما أفقدوا الدولة سيطرتها لتكون تحت أداة يسمى ولي الفقيه الذي هو متواجد جبال مرار، فلا نعرف الآن أنه هو في قب. هذا التحالف الشيطاني العفاشي هو الذي استطاعوا خلاله السيطرة، ولذلك الشعب اليمني كان شعبا مغلوب على أمره من خلال الممارسات التي مارستها هذه الجماعات الإرهابية، وأسميها الإرهابية لأنها تتطابق مع جميع الأفعال التي مارسها داعش القاعدة وغيرها. نعم، يعني كان هناك تهيئة لمريدينهم أستاذ عبد الناصر بأن هناك حرب قادمة، وبأن هناك يعني ربما هي بدأت التعبئة منذ تاريخ 19 إلى أن تم إعلانها في تاريخ 21 من مارس. هذا الخطاب الذي يعني خطاب التحريض، خطاب استخدام يعني الفزاعات الحقيقية للمجتمع كالدواعش والقاعدة والتكفيرين، وللأسف يعني كانوا يصفون به كل من يقف ضدهم وضد مشروعهم، كيف يعني يمكن قراءة مثل هذا الخطاب؟ طبعا أنا أستطيع أن أقول أن الاحتقان الذي وجد في المنطقة لما بعد الربيع العربي وأخطاء في إدارة المرحلة من قبل المجموعة التي كانت مع الأخ رئيس الجمهورية أدت إلى هذه المعاناة ومعاناة الشعب من أن يتمكن هذه المجموعة التي أسميها جماعة انتشالية
تجمع فكرتها ما بين النشل والشلالية السلالية المقيتة. ومسألة الآلة الإعلامية، وأدواتها وتحالفاتها ما قبل 21 مارس حتى الوصول إلى هذا التاريخ، استطاعت أن تسخر بالقوة الإعلام الرسمي للدولة للانقباض على مؤسسة الدولة ككيان، وفراغها من مضمونها والقيام بما كانت تخطط له. التحريض على العم القاتل لمجرد الرد عليها. اسمح لنا استاذ عبد الناصر، يعني نعم سنعود لهذا الخطاب التحريضي، ولكن بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى واشنطن من واشنطن. مساء الخير سعادة السفير. مساء الخير لكل ضيفك الكريم. أهلا بك معنا دكتور أحمد. سنة منذ أعلن الانقلابيون الحرب وحاولوا اغتيال الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، ما الذي تقوله دكتور أحمد وأنت كنت في صلب الأحداث حينها؟ أنا أعتقد أنه منذ أن تنحى المخلوع منذ اليوم الأول كان هناك في يعني تخطيط لثورة مضادة ابتدأت منذ ذلك اليوم تحديدا. أنا لم تكن هناك نوايا صادقة منذ البدء في التسليم بالمرحلة الانتقالية وفي التداول السلمي للسلطة في كل ما خرج من أجله شباب التغيير في 2011. وابتدأت يعني لاحقا يمكن قراءة هذا الأمر بوضوح أكثر يمكن أثناء المرحلة التي أعقبت 2012، بعض الأخطاء التي رافقت المرحلة في الشق التنفيذي، الاهتمام كثيرا بجوانب الحوار والتعاطي بإيجابية مع كل القوى السياسية المازية الحوثيين. أعتقد يعني كانت بعض التفاصيل غير واضحة كما هي واضحة اليوم. أنا على قناعة تامة يعني عند عودتي إلى قراءة الأحداث و إعادة يعني تقييم ما تم، ليس لدي أدنى شك أنهم منذ اليوم الأول كان هناك في ثورة مضادة على عبد الله صالح شريك رئيسي فيها، ثم تلاقت تلك المصلحة مع الحوثيين. كان هناك في اتصالات تتم من فترة مبكرة وكانت معلومة لدى الأجهزة في حينها، والأخ الرئيس أشار لها في أكثر من لقاء مع المستشارين من الأحزاب السياسية حول وفد تم إرساله من قبل المخلوع صالح، وكان معظمهم يعني من قيادات المؤتمر الشعبي العام في حينها واعضاء في مجلس النواب، ذهبوا الى بيروت ومن بيروت الى 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 طهران. كان هناك في مسلسل كبير جدا يعني وتخطيط كبير باتجاه يعني الانقلاب على الدوله وعدم تسليمها، وكانت الفكره الرئيسيه هو عدم القبول المطلق بفكره الدوله الاتحاديه. كان هذا جوهر المساله، وانا اشرت مرارا الى حوادث كثيره تؤكد هذا الكلام. نعم، في حلقة اليوم دكتور أحمد يعني نحاول أن نقوم بقراءة تاريخية، لكن للأسف يعني هناك محاولات كثير من الناشطين والسياسيين تاريخ الحرب منذ بداية عاصفة الحزب. ما الذي يعني يمكن تسمية ما حصل قبل ذلك؟ يعني لما يتم تناسي كل الأحداث التي حدثت قبل ذلك؟ أنا أعتقد يعني وأنا قلت أنه من الأخطاء التي تمت أنه الحوثيين استفادوا من المرحلة الانتقالية، فكانوا يشاركون في الحوار وكانوا يقاتلون الدولة في مناطق مختلفة، وكانوا يتظاهرون في صنعاء كما تظاهروا في ساحة التغيير مع بقية القوى الثورية. مارسوا ثلاثة قضايا في آن واحد وبشعارات مختلفة. أنا أعتقد منذ أن يعني بالرغم دخولهم الحوار وبالرغم يعني كونهم أصبحوا جزء من حركة التغيير، لكن استمرارهم بحمل السلاح في مجابهة الدولة يعني ابتداء من دماغ ثم نزولا إلى عمران، محاولة إسقاط عمران بالقوة وتغيير المحافظ بالقوة، العمليات العسكرية اللي كانت تتم ضد الدولة في الجوف وفي مارب، كل تلك المؤشرات كانت بداية العدوان. يعني تعرفوا تماما أنه خلال الفترة من يعني يونيو وجولاي يعني كانت هناك العشرات من او اكثر من خمس لجان رئاسيه تشكل من القوى السياسيه ومن قيادات الدوله، كانت كلها هدفها الرئيسي هو يعني تهدئه الامور ومحاوله اعاده كل الاطراف الى مربع الحوار، لانه كان المشروع الرئيسي للدوله والذي كان الافخام الاخ الرئيس يعني حريص على انهائه يعني وهو مشروع الدستور. فكنا دائما نحاول ان نتجنب يعني اي مواجهه حتى ننجز هذا المشروع.
لكنهم نعم. اعتقد عندما وصلوا كلاهما طرفي الانقلاب علي عبد الله صالح والحوثيين وصلوا الى قناعه انه يعني لابد من الانقلاب على كل الدوله، وذلك في اليوم الذي كان هناك يعني مخطط لان يتم تسليم النسخه الاولى من مشروع الدستور للاخ رئيس الجمهوريه وللهيئه الوطنيه، قاموا بالانقلاب بشكل معلن في يوم 16 ابتدا بخفي ثم بوضع فخامه الاخ رئيس الجمهوريه تحت الاقامه الجبريه وبقيه رجالات الدوله. نعم اذا انا اعتقد كل هذه الاحداث هي لها مقدماتها، انا ليس لدي يعني ادنى شك من ان التخطيط للانقلاب على الدوله واستعادتها وفقا لرؤيتهم تمت منذ اليوم الاول، منذ ان غادر على عبد الله صالح السلطه، وبالنسبه كذلك للمجموعه الاماميه يعني الحوثيين وما يمثلون من فكر، اعتقد هذا عمل يعني منذ سبتمبر 1962 وهم يفكروا بهذا اليوم. نعم، إذن سؤال أخير سعادة السفير، كيف يمكن يعني التعليق على استمرار التحريض ضد مؤسسات الدولة ومحاولة تصوير أن شرعية الرئيس هادي قد انتهت؟ أنا أعتقد لم يتعرض شخص إلى حملات يعني منظمة من الأعداء وأحيانا مع الأسف من الأصدقاء كما تعرض الرئيس هادي، والرئيس هادي تحمل هذه المسؤولية وحيدا دون حزب دون قبيلة دون يعني لكن يعني جابها بمشروع يعني يعتقد ويؤمن بأنه مشروع كل اليمنيين وهو مشروع الدولة الاتحادية. أنا أعتقد نحن نتمسك ليس بشخص فخامة الأخ رئيس الجمهورية ولكن بالمشروع الذي يمثله، وأنا أعتقد أنه يوم بعد يوم تتضح كثير من الحقائق ويتبين لكثير من اليمنيين البسطاء منهم قبل المخب. نعم. أن كل الذي حصل هذا وكل الاستهداف وكل الشيطنة الذي تمت لكثير من رموز الدولة اليمنية الجديدة كان هدفه الرئيسي هو تشويه المشروع وليس تشويه يعني الأفراد وإنما ما مثلوه خلال تلك المرحلة. أعتقد المعركة لا زالت مستمرة لكن الأمر يتطلب أن نتعاطى بوعي كبير جدا وأن تكون يعني مجابهتنا وتضحياتنا بمستوى المشروع الذي ندافع عنه. أعتقد أحد أهم القضايا التي نجح فيها الحوثيين والتي مهدت بشكل كبير للانقلاب على الدولة والمؤسسات هم استطاعوا خلال الفترة التي سبقت الانقلاب أن يزرعوا يعني الشك وأن يزرعوا وأن يعني الوقيعة بين القوى الوطنية يعني المساندة للتغيير والمساندة لمشروع الدولة اليمنية الاتحادية. نعم. أعتقد هذا هو المكسب الرئيسي، لذلك سهل عليهم الانقضاض على 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 الدولة دون أن تكون هناك حاضنة سياسية وشعبية لهذا المشروع. لكن عندما فوجئ اليمنيون ببشاعة هذا المشروع البديل والانتهاكات الكبيرة التي قام بها الحوثيين وغزوهم لكثير المناطق وصولا إلى الجنوب، أعتقد أصبح واضح لكثير من الأطراف، لذلك يعني شاهدنا ما شاهدنا من إعادة لحمة ومن إعادة تمازق للقوى السياسية والشعب اليمني بمختلف نخبه وبالدرجة الرئيسية. أعتقد العقل الجمعي لليمنيين أصبح أكثر تمسكا الآن بمشروع الدولة الجديد بالتغيير كما يعني أراد له شباب الثورة في 2011، لذلك أنا أعتقد هذه الرسالة المهمة التي يجب أن نعيها اليوم. إذا شكرا جزيلا لك سعادة السفير دكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن في واشنطن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر يعني ويعني ختام حديث الدكتور أحمد يعني عن هذا الخطاب التحريضي وأنت كنت تتحدث عن هذه النقطة، يعني كيف يمكن يعني تلافي مثل هذا الخطاب التحريضي ضد اليمنيين بوصفهم تكفيرين وداعش والذي يعني كان منذ قبل 21 مارس وحتى اليوم مستمر خلال عامين؟ حقيقة نحن أمام تحريض مبرمج كما قال الأستاذ السفير أحمد عوض المبارك، أن التحريض المبرمج وكان أنهم مع مخرجات حضروا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووقعوا على مخرجات الحوار الوطني وحضروا صياغة الدستور، ولكنهم في هذه الأثناء كانوا يتآمرون من حين إلى آخر. ولذلك أنا أقول بأن الخنوع الذي كانوا يريدوه قد سقط وبدون إملاءات، لكن أنا أعرج فعليا
أن على الدولة أن على الدولة أن تستعيد عليتها على الأرض وعلى الأخ الرئيس التصدي بشكل أكبر وبجدية أكبر نحو بناء مؤسسات الدولة التي تقطع أكثر وأكثر على مسألة أن نحن تكفيريين أو قتلة أو إرهابيين أو ما شابه ذلك. يجب الاقتراب للوطن من خلال المواطن وليكون بديلا للانقلاب بشكل ملموس ومقاير لما يطرحه هؤلاء الانقلابيين نحو الوطن والمواطن بأن هناك مكان داعشية في عدد وفي تعز وفي مناطق غيرها. هل من خلال هذه النقاط أستاذ عبد الناصر التي تذكرها يمكن تلافي يعني الأخطاء التي تحدث عنها الدكتور أحمد وهي ربما الأخطاء التي حدثت بعد 2012 ربما أبرزها كان التعامل بإيجابية مع كل الفصائل؟ التعامل بإيجابية شيء طبيعي، لكن لابد أن يكون هناك مقننات وهناك أولويات من خلال رؤية واضحة، لأننا نرى أن الحكومة ليست لها رؤية واضحة من خلال التعامل مع الانقلابيين من جهة ومع المناطق المحررة من جهة أخرى. لذلك لابد أن نقطع دابر هذا التفاعل السيء أو المعاكس الذي بدأ الناس يمل منه من خلال استعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال الدولة الشرعية، ليس كأفراد ولكن كمؤسسات تستطيع أن تتصدى لهذه الأفكار من خلال التصريح والفعل على الأرض. نعم. إذن أستاذ عبد الناصر يعني الحديث عن الحرب التي بدأت في 25 أو 26 مارس كما يعني يحاول الآخرون تحديد الحرب بهذا التاريخ، يعني وجهت السؤال للدكتور أحمد وأعيده إليك، ألم يكن كل ما نذكره حتى الآن حرب؟ ألم يكن قصف قصر المعاشيق حرب؟ ألم يكن تكون التعبئة على الإخوة في الجنوب بأنها حرب؟ أيضا اجتياح المدن، هذا كله ألم يكن حربا؟ هذا حرب وقتل مع سبق الإصرار والترصد، وأنا كقانوني أؤكد هذا الكلام بأنهم استقصدوا الإنسان كإنسان وقطعوا عنه كل شيء، قطعوا الماء والهواء والكهرباء وقتلوا المدنيين وحاصروا الناس في مناطق عدة وقتلوهم باسم الإرهاب وباسم مسميات كثيرة، الكون هؤلاء هذا المجتمع رفض هذه الفئة الضالة التي تريد أن تتنصل الآن من جرائمها من خلال بعض الممارسات التي يمارسها المجتمع الدولي، ولذلك المجتمع الدولي هو شريك الآن أساسي من خلال مرحلة الاجتياح منذ أن دخلوا عمران إلى أن دخلوا صنعاء إلى أن تواجدوا في البيضة وتواجدوا في تعز وتواجدوا في عدن وهم يقتلون مع سبق الإصرار والترصد. إذا هي حرب وبآلة واضحة وعلى المجتمع الدولي أن يساعد الشرعية فعليا وليس قولا، أن يتم محاكمة هؤلاء الناس وذهابهم إلى المحاكم الحقيقية التي ينالون منها العقاب. نعم، إذا يعني أستاذ عبد الناصر لما نظرة المجتمع الدولي لهذه الجماعة الميليشيوية ما زالت باهتة، مواقفهم أيضا باهتة رغم كل ما صنعوا خلال عامين، أنت تقول بأنها ربما كانت هناك شراكة في هذه الأخطاء ولكن ليس إلى هذا الحد أن تظل اليمن خلال عامين تحت حرب هذه الميليشيا. أسمع منك الإجابة بعد الذهاب لهذا الفاصل القصير. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ عبد الناصر. استاذ عبد الناصر يعني كنت سالتك عن موقف المجتمع الدولي، يعني كيف يتقبل ان يقيم رئيس جمهوري اقامه جبريه، ان يتم قصف قصره الجمهوري قصر المعاشيق في عدن، ان يعني يلاحق بذلك الشكل من قبل ميليشيا مسلحه ليست يعني لم تكن جزء من الدولة ولم تكن يعني ليس لها أي سلطة شرعية لهذا التحرك. في حقيقة الأمر وهذا ليس خفي، نحن أمام قضايا عدة في المنطقة أمام المجتمع الدولي ك
كمنظومة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي تحضر في دوائر التوازنات، نجد أنها تريد توازنات وتريد اعتراف وتقوم باعتراف، لكنها لا تبني هذا الاعتراف وهذه التوازنات إلا على المصالح. ولننظر إلى مثال واقعي لما حصل في اليمن، أنه عندما دخل الحوثيون إلى عمران واحتلوا بعض المعسكرات وقتلوا القادة، تحركت الأمم المتحدة وكأنها تهيج موتى. لكن عندما تم حجز حق رئيس الجمهورية تحت الإقامة الجبرية والتهديد بالقتل والتهديد بتحديد القضايا والقرارات وملاحقته إلى عدن وضربه بالطائرات وتجاوز بأن قام بقتل الناس مرورا من صنعاء حتى وصلوا إلى عدن وإلى تعز وإلى البحار إلى البحار، نجد أن المجتمع يحرك ساكنه. لذلك نحن أمام تناقض رهيب للمجتمع الدولي الذي يعترف رئيس الجمهورية ويعترف بشرعية الدولة، ومع هذا يكون تواصلا مع هذه العصابات استطاعت أن الدولة تقوم تحالف مع القوات المسلحة كل الشعب اليمني، وكانت مؤسسة عسكرية ومؤسسات أمنية تابعة لمجموعة أسرية، وهذا كله ما يعطينا أمام المجتمع الرسالة واضحة أن عليه يقيم توازن الحق مع بشرعية الدولة وشرعية رئيس الجمهورية، بأن نكون نحن في المصاف عليها تكون بعيدة عن الممالات أو كيف والتمثل بهذه الفئات اتهام إيران وإيجادها منظومة أكل المنطقة العربية. نعم، إذا يعني أستاذ عبد الناصر، ربما هذه الجماعة قد انكشفت الآن للشارع اليمني، هذه الجماعة التي قاتلت الدولة، شاركت في ثورة التغيير، شاركت في الحوار، قاتلت الدولة مرة أخرى ثم ابتلعت الدولة بشكل عام. أيضا للأسف الشديد انكشف بجانبها الجيش الذي كنا نظنه جيش جمهوري يفترض به أن يحمي هذه الجمهورية، ولكن للأسف اتضح بأنه من ساند هذه الجماعة الانقلابية. يعني كيف وصلت الميليشيا خلال أيام معدودة من صنعاء إلى العند؟ ألم يكن يعني يوجد فصيل شريف واحد يرفض مثل هذا الاجتياح البربري؟ لا، أنا بعكس هذا الكلام صراحة، لأن هناك فصائل كثيرة وقفت أمام هذه الفئة الضالة أو الفئة المفترسة لسلطة الدولة والناهبة لخيرات البلد، بأن تم التصدي لها منذ أن كنا في مؤتمر الحوار الوطني كأعضاء، وعندما تم تشكيل الهيئة الوطنية، وعندما جاءت فكرة اتفاق السلم والشراكة، وقد صممنا نحن في التنظيم الوحدي الشعبي الناصري أن يتم تنفيذ الملحق الأمني الذي يعطي بأن تقوم بسحب ميليشياتها وأن تسلم السلاح وأن تعود أدراجها. لكن التراخي الذي حصل بحسن نية هو مكنها من أن تتواجد في أكثر من منطقة. لكن اسمح لي استاذ عبد الناصر، يعني اين هذه الفصائل الوطنيه التي تتحدث عنها؟ وهم دخلوا صنعاء بكل سلاسه الا بعض المناوشات التي تمت، او يعني ربما الفرقه الوحيده التي قاومت، اما بقيه المعسكرات تم التسليم لها ببساطه حتى وصلت الى العند. اين كانت هذه المقاومه؟ هذه ليست مساله المقاومه، لكن نحن امام حقيقة فعلية بأن هذا الجيش انفضح، بأنه كان جيشا عائليا تابعا لأسرة وتابعا لشخص لم يبنوه من أجل وطن وحماية وطن. انظري إلى سواحلنا كيف تستباح، انظري إلى مواطنينا كيف يهانون، انظري إلى المجتمع اليمني كيف يمارس ضده كل أساليب البطش والذل والكراهية وما شابه ذلك. نحن أمام انتفاضة شعبية
قام بها الشعب بكامله وسميت ثورة الشباب، ثورة شعبية استطاعت أن تنزع فتيل الخوف من الناس لتقول لعلي عبد الله صالح ارحل، وفعلا خلعته من هذا الموقع الذي كان عليه، ولكنه استطاع من خلال التدبير في ليل أن يسلم كل ما كان ملكا لهذا الشعب لهذه الفئة الضالة، وشارك جنوده الذين دربهم بأموال الشعب اليمني ليقتلوا الشعب اليمني. وهنا يتضح لنا بأننا أمام قومة حقيقية من خلال الصوت والكلمة والفعل على الأرض. المثقف مقاوم، المحاور مقاوم، والطبيب مقاوم. لذلك أنا أمام معضلة حقيقية، أن هناك كان تراخياً في أدوات السلطة حتى أثناء عندما كان الأخ رئيس الجمهورية متواجداً في صنعاء، وهذا كان بحسن نية، لكن حسن النية لا يتم التعامل معها بهذه الطريقة. نعم. إذن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عيدروس النقيب، مدير مركز شمسان للدراسات والإعلام من لندن. مساء الخير دكتور عيدروس. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك. ونحن نستذكر الدكتور عيدروس، متى فعليا بدأت الحرب في اليمن باجتياح المحافظات وبالتعبئة العامة؟ برأيك ما هو تأثير اجتياح الانقلابيين للجنوب وقصف المعاشيق على الوحدة الوطنية؟ شكرا جزيلا، أولا مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام وعلى شعبنا في الداخل. الحقيقة هناك يعني هناك مشهدان. المشهد الأول هو اجتياح الجماعات الانقلابية للعاصمة صنعاء والعملية لمحافظة الشمال بدءا بعمران، طبعا قبلها صعدة وإلى آخره والوصول إلى صنعاء. هذا المشهد هو يعني كان اللحظة الحاسمة في 21 سبتمبر، عندما جرى احتلال صنعاء بكاملها بمعسكراتها بإدارتها بمؤسساتها ومحاصرة رئيس الجمهورية والحكومة. لكن الجماعات لم تتوقف عند هذه النقطة، فانطلقت جنوبا وغربا اتجاه الحديدة وتعز وبالطبع عدن ولحج وأبين وشبرا والبيضاء إلى آخره. شخصيا أنا كنت قد كتبت قبلها بأسبوع تحذيرا، وأنا من الذين قابلوا عبد الملك الحوثي أثناء الحرب الرابعة، كنت عضوا في لجنة برلمانية، وقلت له تتذكر عندما جئنا إليك أنت كنت تشكو من مرارة الحرب وآلامها وتتمنى نهاية الحرب، أحذرك أن علي عبد الله صالح سيدفعك إلى محرقة ستبدد فيها طاقاتك وستستهلك أنت وسيكسب الجول علي عبد الله صالح. لكن للأسف كانت الحماقة قد غلبت المجموعة وشهوة النصر يعني طغت عليهم، واعتقدوا أنهم اجتاحوا البلاد كلها وحصل اللي حصل. لكن هناك مشهد عميق الأهمية، وهو أنه عندما تمكن الرئيس عبد الرب منصور من النزوع من صنعاء والانتقال إلى عدن، كان كثيرون يتصورون أن الموضوع يعني بيأخذ مدى أطول وأن الجماعة ستتصرف بعقلانية من خلال خوض حوار جديد على أسس جديدة باعتبار الرئيس أفلت من غضبتهم. فاستمرت الحماقة باستخدام الطيران واستخدام الأسلحة بعيدة المدى، وحصل اللي حصل كما يعلم الجميع، يعني اجتياح عدن والتدمير والقتل الجماعي وما تعرض له المواطنون الأبرياء المدنيين. ما يزال المدنيون في صنعاء إلى اليوم يعانون من آثار التدمير وهش المنازل فوق ساكنيها وقتل النازحين في زوارق النزوع وفي معسكر مخيمات اللجوء. يعني ما يزال هذا راسخ في أذهان الناس، مما يدل على أن هذه الجماعة لم تكن تمتلك أي برنامج سياسي ولا أي أداة سياسية للعمل من أجل كسب ثقة الناس. كان همهم الأوحد هو القتل من أجل القتل والاجتياح من أجل الاجتياح ولا شيء غير ذلك. لم يعبأوا كثيرا بردة فعل الناس، واستهانوا بقدرة الشعب على مقاومتهم ومواجهتهم، وهذا وما حصل بعد ذلك يعرفه الجميع. يعني المقاومة التي أبداها الشعب الجنوبي ودحر الانقلابيين وهزيمتهم وستلحق بهم الهزيمة في بقية المناطق بإذن الله. نعم. إذن يعني أستاذ دكتور عيدروس، هل تعتقد بأن مخرجات الحوار الوطني ما زالت تمثل حل للأزمة اليمنية الحالية؟ ولماذا يعني يرفضها البعض رغم
توقيع الجميع عليها تقريبا؟ الحقيقة أن موضوع مخيات الحوار الوطني هي سبب الحرب، هي السبب اللي أدى إلى الانقلاب، لأن التحالف الانقلابي هم كانوا قد رفضوا نتائج الحوار الوطني، كانوا رفضوها علنا أثناء جلسات الحوار، وحتى المعسكر المؤيد اليوم للشرعية، ولا أريد أن أتطرق للأسماء، جزء من هذا المعسكر أيضا كان غير مقتنع بموضوع الأقاليم وموضوع الذي في تحفظ من طرفين، في طرف رافض للستة الأقاليم ولكنه مقتنع بالإقليمين، وفي طرف رافض للستة الأقاليم كليا. يعني تعتقد دكتور نعم تعتقد أنه لو تم يعني ما كانوا يشاؤون في مسألة تقسيم الأقاليم، هل يعني لم يكونوا يصنعوا ما صنعوا، أم أنها كانت يعني شماعة للذهاب والمضي لابتلاع الدولة كما يرى بعض المحللون؟ هو الهدف الأساسي ليس يعني إتشال مخرجات الحوار الوطني، هي وسيلة لاستعادة الحكم من قبل علي عبد الله سالم بالتحالف مع الحوثيين بطبيعة الحال، لكن جاءت مخرجات الحوار الوطني لتحرمهم من هذه الأمنية، ولذلك تصدوا من خلال العملية الانقلابية، تصدوا المخرجات الحوار الوطني باعتبارها تمثل عائق من تمكينهم من السيطرة على كل البلاد. وحتى لو خرجت مخرجات الحوار الوطني كانوا سيمارسون انقلابهم بطريقة أخرى، بطريقة الاستحواذ على الحكم من خلال الدولة المركزية، من خلال النظام المركزي الذي كرسه علي عبد الله صالح طوال ثلث قرن من الزمان. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عيدروس النقيب، مدير مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، هل تتفق مع دكتور عيدروس الذي يرى أن مخرجات الحوار الوطني كانت إحدى الأسباب التي أدت إلى انقلاب الحوثيين، حيث أنهم كانوا يرفضون بعض النقاط في مخرجات الحوار الوطني لأنهم وجدوها عائق لتمكينهم من السلطة مرة أخرى؟ حقيقة أتفق مع الدكتور عيدروس، الأخ عيدروس النقيب، بأن المخرجات هي التي كانت سبب رئيسي في عملية عمل نزع شيء رئيسي من هذا الموقع المقدس الذي متواجد في شمال الشمال، أنه يسيطر على اليمن بالكامل. جاءت مخرجات الحوار الوطني لتنزع السيطرة وتعطي السيطرة للأقاليم وعلى الشعب أن يحكم نفسه بنفسه، كل إقليم بذاته، وهناك تفاصيل كثيرة. أما أنهم كانوا ضد أي قرارات أو أي مخرجات داخل المؤتمر الوطني، هي كانت مناوشات غير صحيحة وكان يبنى من خلالها، ونحن تحدثنا في بداية الحلقة واللقاء أن هناك أجندة كانوا يعملوا عليها من خلال الوصول بالبلد إلى استعادة الحكم والسيطرة والبعد من قبل حليفهم صالح، ويكون هناك استعادة للفكرة السلالية التي تعيدنا إلى قبل عام 62، وهذه القراءة واضحة. ولذلك أنا أقول أن مخرجات الحوار الوطني ليست قرآن، لكن هي النقطة التي استطاع الشعب اليمني من خلالها أن يجتمع فئات الشعب اليمني في مكان واحد والاتفاق على بنود معينة ليصيب بلدهم. هناك نقاط ممكن نتفق عليها في على طاولة حوار واحد، وأثمن كثيرا المقاومة الجنوبية التي استطاعت في فترة معينة أن توجد توازنا هذه الفترة وهذه. نعم أستاذ عبد الناصر، يعني هل يعني إذا تعتقد أن انقلاب الحوثيين كان فقط للتنصل من التزامات مخرجات الحوار؟ لا، نحن قلنا أنها ليست فقط للتنصل من مخرجات الحوار الوطني، ولكنها كانت ذريعة للوصول لاستعادة السيطرة على الدولة برؤية أخرى وبنظارة أخرى من موقع نحن نسميه الهرم أو الموقع المقدس الذي يريد أن يحرك اليمنيين ويبتزهم من خلال العودة للسيطرة والحكم الشمولي وما شابه ذلك، حتى وإن كنا تحت أقاليم معينة، ولكن الفكرة ما زالت فكرة
فكرة السلالة التي تريد أن تستعيد السلطة وذلك بتحالفها وتآمرها مع المخلوق. نعم أستاذ عبد الناصر، إذن يعني خلال العامين التي مرت من الحرب هناك تضليل إعلامي حقوقي عن هوية من أشعل الحرب ومن بيده إخمادها حتى الآن وحتى على مستوى تاريخ بداية هذه الحرب، كيف تفسر تصعيد مثل هذا التضليل على الداخل والخارج وكيف يمكن مجابهته؟ أولا التضليل غير موجود لأن قنوات العالم كلها تتحدث وهناك أمر رئيسي لابد أن تقوم به الشرعية من خلال مؤسساتها بأن يتم العمل بشكل مؤسسي ونستطيع تجاوز ما طرحته يا أختي. لكن أستطيع أن أقول بأن هذه الفئة التي قامت بعملية الانقلاب بعملية التحالف مع عفاش بالتحالف مع ثمانية من ينهبوا اليمن ويظلوا يرهبوا اليمن إلى ما لا نهاية أنها ليست لديها أي أدنى فكرة لمسألة الدولة والعمل المؤسسي ولذلك تتعامل معنا عملية استهانة الشعب واستهانة المقدرات بأن تهزه وتأخذ كل موارد تسيطر عليه ولو كان عن بعد. ذلك هي تمارس القتل ثم القتل وعلى الشرعية. أنا من هذا المنبر أقول أن على الشرعية لدراسة رؤية واضحة خلال مؤسسات الدولة وعلى الحكومة بالذات المتواجدة في أراضي الأرض أن تقوم بدورها على الأرض وليس من داخل المشيق أو هناك محصورة عليها تتواجد وتتمس كل الناس مما يؤدي بعض الغموض وبعض الإرهابية التي نحن نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الناصر العربي عضو هيئة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كنت معنا عبر سكايب من عدن. الشكر للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، دكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى واشنطن ودكتور عيدروس نقي مدير مركز شمسان للإعلام للدراسات والإعلام. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.